هذه أول رسالة توعوية حقيقة أتكلم فيها من القلب إلى القلب إلى عموم الجمهور الكريم والمواطنين. إحنا الآن خفضت درجات الحرارة والمخيمات بدأت تظهر على الساحة، وأمس أو يعني قبل يومين تم إسعاف حوالي 25 فرد من أسرة ومكوناتها، ما بين طفل ما بين مرأة ما بين شاب وما بين رجل عجوز، كلهم كانوا متسممين بأول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون يعني ينتج عن الاحتراق غير المكتمل للفحم، وإذا زاد البرد الناس تميل إلى أنها تقعد بالخيمة وتسكرها، وهذه خطرة خطرة لأن أعراضها قد تكون صداع أو تعب، فالواحد ما يشعر بما ينذر بأن احنا قاعد نتعرض لسموم. يمكن الله سلم وتم الإسعاف، وأشيد حقيقة بفريق الطوارئ الطبية اللي تعاملوا بكل جدية، وتم نقل الأسر أو الأسرة الكاملة إلى أقسام الطوارئ. وهذا يخلينا أشدد بالقول إن مع البرد يجب إنه ما نميل إلى إغلاق الخيمة دون أن يكون الفحم مكتمل الاحتراق، لأن أول أكسيد الكربون هو غاز سام صامت قاتل بدون ما ندري عنه. هذه حقيقة تتطلب أني أكررها في تقريبا كل موسم، وللأسف في كل موسم مخيمات الكويت تفقد من 2 إلى 3 ما بين مواطن أو واحد كاشت أو حارس مخيم، لكن لأن الأرواح غالية فنحن نريد هذه الرسالة توصل للجميع، وعدم التردد في اتخاذ الإحرازات الوقائية لأنها ما تكلف شيء، هي فقط تترجم المعرفة إلى سلوك إيجابي لحماية الجميع، ودائما السلامة أولاً.